ثم قال 52 قال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي. لا إله إلا الله. الأوزاعي سبق قبل قليل إمام أهل الشام وبيروت. قال: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري. قال: الذهب عنه الإمام الكبير الحافظ المجاهد إبراهيم بن محمد الشامي، حدث عنه الأوزاعي والثوري وهما شيوخه. يعني دارت الأيام أصبح أبو إسحاق الفزاري شيخ الأوزاعي وشيخ سفيان الثوري، مع أنه في البدايات كان تلميذا عندهما. هكذا العلم وهكذا الإنصاف. أنت شيخي لكن غدا قد أصبح زميلك، قد أصبح شيخك. هكذا كان عندهم هذا الإنصاف. فماذا يقول عندما أراد أن يكتب له: تكتب من فلان إلى فلان؟ لا، قال: اكتب إلى أبي إسحاق الفزاري ثم اكتب اسمي. يعني عكس حتى يبقى اسم أبي إسحاق هو المقدم، هذا الإمام العظيم أبو إسحاق الفزاري. قال: اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. من القائل؟ الأوزاعي يا جماعة. ثم قال أبو صالح: لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق. مات أبو إسحاق. وقال: لربما اشتقت إلى المصيصة، منطقة جهة الحدود مع الثغور، بروح هذيك المنطقة اللي فيها مين؟ المجاهدين، لأنه أبو إسحاق كان مع المجاهدين. رايح يجاهد؟ لا، فقط رايح يشوف، يرى أبا إسحاق. ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. هذه هي القلوب الحية التي تستأنس بلقيا العلماء ورؤيا العلماء. لا يتحملون أن تمضي عليهم الأيام والليالي لا يرون العلماء. لذا كما قلنا عن ابن المبارك أنه كان يقول: إذا مات واحد من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أحد أعضائي. هذه هي القلوب. أما والله صح لي درس محضر، ما صح ليش عادي، صح لي أشوف رجل من أهل السنة بشوف، ما صح ليش عادي. هل وصلت إلى مرحلة تسافر من بلد إلى بلد لرؤية عالم؟ تقصد بسفرك من بلدك إلى بلد آخر فقط لرؤية عالم؟ أرأيتم أن أهل السنة غرباء؟ تصور الآن أنت موظف في شركة، تقدم طلب إجازة للسفر، فالمدير يسألك: إلى أين تريد أن تسافر؟ فتقول له: إلى البلدة الفلانية، وقد حجزت طيران وقطعت تذكرة وحجزت فنادق وسأسافر 3 أيام. فيقول لك: لما تريد أن تذهب إلى تلك البلد الفلانية الإسلامية ودفعت الأموال وتذكر الطائرة وخدت إجازة وعطلت شغلك ومعارفك وتركت أولادك ومرأة، شو في خير؟ تقول له: ذهبت لأرى أحد العلماء. تصور شو بدي يحكي لك. تصور اصلا انت بتسويها؟ اسأل نفسك، عمرك سويتها اصلا؟ اذا الدرس موجود بتقول: والله عندي شغل. حول ولا قوة الا بالله. فكيف اذا وصلت الى مرحلة تعطل شغلك وتدفع مالك وتترك اولادك وتسافر من بلد الى اخرى وتدفع تذكرة الطائرة وفندق وحجز واللي انت محوشه من دمك فقط
للقيا عالم لمدة ساعة فقط. هكذا حدث لكي يلقى أبا إسحاق الفزاري. أرأيتم أن أهل السنة غرباء؟ والله لا ينزلوا لك إياها في الإنتر زفت وعلى الفيسبوك إنك مجنون. نعم أثبت على السنة حتى لو قيل عنك مجنون.